FM. الكلمة ليك. أنا جاني دور مانيش في وقت اللي أنا عبد الرزاق باش نتشرط باش نقول لي نختار هذا وما نختارش هذا. أنا قلت خليني مادام جاتني فرصة. أول حاجة أنا ساعة عرض عليا دور زوزو. دور زوزو اللي هي المغنية. أما بصراحة دور ما هوش فعال. مانيش باش نبين فيه. مانيش باش نفرض فيه. معناها هو اقترح عليا دور زوزو. ومن بعد قال لي نجلة شنو رايك في الدور هذا. خذيت الدور هذا خاطر تحب ولا تكره ديما اللي بين الميشانت واللي تبين هكا تتخطف مع الناس. معناها ما فما حاجة انت زادة. يعني انت خممت. فما حاجة انا ما نتصورش في الكاسين كيف عيطوا النجلة. ما عندهمش الباك جراوند نتاع نجلة. شبدوا واضحين معناه ما عندهمش الفيكيو نجله. عايزين على دور زوزو ساهية واحدة مطربة. حبت لي أبار الأبار ما هي مطربة اللي هي زعمة حبت اليهودية اللي هي ليلى زعمة خطر أنا زعمة ضد وشريرة والكل وعندها رجلها كرجل كبير اللي هو عاونها ودعمها ومن بعد الرجل كي 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 كي, كي كبر هي هزته. أما تيجي كي تسمعك تقول حكاية محلاها. أما في التصوير ما هيش بينا. وشو اللي عجبك فيه في دورك أنت في دورك انت شنو اللي ريتو انت اعطاك قيمه تمثيليه نقصد تمثيليه انا قلت لك انا كي خيروني بين الزوز ادوار دوما في الدور هذايا نجم نبرز هي الشخصيه مش الخطر قريب منك شريره لا انا ماني شريره في الدنيا هي شخصيه شريره ولعوبه معناها هذايا باش لعوبه مش شريره تتر لعوبه وشريره زاده في 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 حاجات شريره هي عطات لها الزيت ما تحبهاش درا شنو فهمت وفي اخر حلقه هي العباد باش يشوفوا تيبه هو قعد محلول الواحد معناها اخر بالنسبه لي انا اخر حاجه اللي ظهرت فيها اللي انا قلت البارح اللي هو طردها وهي بكيت وقتلوا انا يتيمة وما عندي حد وما معناها انا عجبني لكونه هو يبين الجانب التيبة العميق الجانب العميق في الشخصية فهمت كابا فهم الكلمة ليك